إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم. إنها قناة القرآن، تبث هذه القناة 24 ساعة من الحرم المكي في نافذة حية ومباشرة، تبث لكل العالم الإسلامي ما يجري في الحرم المكي بتقنية عالية على أصوات أشهر القراء في العالم الإسلامي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقناة أخرى باسم السنة النبوية تبث من الحرم النبوي على مدار الساعة بصوت أحاديث نبوية شريفة. حققت هذه الفكرة التي أطلقها عبد العزيز خوجة انتشاراً واسعاً في العالم الإسلامي. في المملكة العربية السعودية، خلينا نتكلم بكل صراحة، حمالك، إيش عندنا أهم من المسجد الحرام، وإيش عندنا أهم من المسجد النبوي في هذا الأمر؟ هذه بضاعتنا الحقيقية، هذا هو إيماني أنا، وإيماني يجب يكون إيمان كل سعودي وإيمان كل فرد في هذا الوطن. هذه إيماننا، هذه بضاعتنا في الواقع. فشيء طبيعي جدا إن يا جماعة لازم تكون للعالم ككل، تعالوا شوفوا المملكة، تعالوا شوفوا الحرم الشريف، عشان لا أحد يدعي إنه إحنا سوينا كذا ولا سوينا كذا. تعالوا شوفوا المسجد النبوي، شوفوا التطور اللي بيصير بدون ضوضاء ودون مبالغة بالكلام وبالحديث، واحد يتكلم واحد يرغي ويزبد واحد كذا. شوف كل يوم إيش بيصير في الحرم، شوف الكعبة كيف بتصير، شوف الفألة، شوف الساحات، شوف الإعمار، شوفوا اللي بيصير في مكة ككل بدون ضوضاء بدون أحد يتكلم بدون أحد واحد يجي يقول رأيه. فالحمد لله يعني إنها سارت القناتين دي وأصبحت تشاهد في كل جزء في العالم، وكل بقعة في العالم تشاهد الحمد لله، وتلاقيها في كل أوتيل وتلاقيها في كل مكان الحمد لله. وذات يوم في مجلس الوزراء جاء مقترح لإضافة برامج دينية في قناة القرآن الكريم للاستفادة من انتشارها الكبير في العالم الإسلامي. أيد عدد من الوزراء هذا المقترح، لكن خوجة كان له رأي آخر أمام الملك السعودي. فماذا سيكون وضع هذه القنوات لو أضيفت لها برامج دينية؟ خلاص هتصير محلية. بدي يسوي، وصار في اقتراح إذا تبغوا تسووا يعني برامج معينة توجه، سووا قناة تانية وسووا قناة ثالثة وسووا قناة رابعة وخامسة وسادسة. لكن هذا رجاءنا، وفعلا الحمد لله يعني القيادة الحكيمة عندنا. الملك عبد الله وش كان موقفه؟ طبعا أيد أنها تبقى كما هي بدون تأخذ، بس كان الملك طبعا يسمح للنقاش، شيء طبيعي يعني. كان يتابع هذه القناة الملك عبد الله؟ طبعا الملك عبد الله كان يتابع القناة، كان بيقول إنه كان في أمريكا كانت هي شيء تريحه. الأمير خالد الفيصل هو عي على فرح وربما يسمع كلامي إني أنا ما أتجرن عليه، قل لي من أعظم الأشياء اللي سارت، ورجاء لا تدخل فيها يا عبد العزيز أي برنامج. أنا بتكلم كشخص يعني من شخص لشخص يعني بيتكلم معي برأيه يعني بيعبر رأيه. قال لي كده طيبة، قال لي والله أقعد قدامها أحيانا أستحي أغير المحطة. فأشوف الأمير خالد بيسمع وقاعد يقولوا له الكلام اللي قلته. فكثير من المسؤولين وكثير من الكبار سواء في داخل المملكة وخارج المملكة الحمد لله ارتاحوا لهذه القناة، إنها أدت دورها كامل. هذه سفارتنا الحقيقية. الرأي اللي صار الحمد لله سعيد اللي صار إنه القناتين تبقى كما هي هذه، ويعني تبقى قناة بدون أي تدخل أو برامج أو أي شيء، يصير يشوفها كل مسلم يعني بكل مكان بدون يعني جهة معينة تشوفها ويدافع عن مذهب معين. أو خلاص هذا القرآن لجميع المسلمين وهذه السنة النبوية لجميع المسلمين.